مرحبا، بهالحلقة بدي أحكي عن العقوبات الأمريكية والبريطانية والكندية على رياض سلامة وجزء من أفراد عصابته. قبل ما فوت بالتفاصيل العقوبات اللي صدرت اليوم، قرارات العقوبات اللي صدرت اليوم، قبل ما فوت بالتفاصيل بتمنى تتابعونا على صفحاتنا. صفحاتنا محطة على يوتيوب، فيسبوك، تويتر، انستغرام، تيك توك، واللي بيحب يساهم بدعم إنتاج المحتوى بالمحطة بيقدر يشترك عبر لينك باتريون الموجود على الشاشة وموجود بالدسكريبشن. اللي صار اليوم انه ثلاث دول، ان الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا وكندا، أصدروا قرارات عقوبات مالية بحق رياض سلامة، خيو رجا سلامة، مساعدته لرياض مريان الحويك، صديقته الأوكرانية يعني والدة بنته الفرنسية أنا كوزاكوفا، ابنه نادي سلامة. هاي العقوبات مرتبطة بالفساد، يعني الأمريكان اليوم، أن الأمريكان طلعوا بالأول قرارات الفساد، قرارات العقوبات، لحقون البريطانيين والكنديين، لأنه بهذه القضايا هن هيك عادة بيتعاملوا البريطانيين والكنديين. أمريكا بتقرر هن بينفذوا يعني. هالعقوبات الأمريكان برروها بأنه هالمجموعة متورطة بقضايا فساد. الأمريكان يلي صاروا من 93 بيتعاملوا مع رياض سلامة بصفته الرجل الأول لهم بلبنان، رجلهم الأول. ما في حدا كان عند الأمريكان أقوى من رياض سلامة وأقرب للأمريكان من رياض سلامة. بسنة 2016 و2017 لما كان في نقاش حول رياض سلامة بيكمل ما بيكمل، وكان رياض سلامة عم يعمل الهندسات المالية وكان عم يرتكب بحق البلد وحدة من أسوأ الجرائم اللي ارتكبت بحقه، قرر الأمريكان يوما أنهم يدعموا رياض سلامة وعم حطوا ضغوطات على القوى السياسية اللبنانية لمنع تغيير رياض سلامة. بعد ما انشال رياض سلامة وخلصت ولاية نوابه السابقين، هذه خلصت تقريبا بال 2019، وصار بده يتعين نواب جداد لرياض سلامة، يوما الأمريكان بشكل واضح، بشكل واضح هذه قبل 17 تشرين بيحكوا مع وزراء اللبنانيين. سبق انه نشرناها هيدي الوثائق رسمية، المسؤولين الامريكيين عم بيقولوا للمسؤولين اللبنانيين، يعني للوزير منصور بطيش الوزير السابق، الوزير غسان حصباني كمان الوزير السابق، تحديدا مع منصور بطيش اللي كان وزير اقتصاد اللي كان هو من الكتلة الوزارية للتيار الوطني الحر، قالوا لهم بوضوح بحسب محاضر رسمية نشرت سابقا بجريدة الأخبار، نشرناها نحن، نشرنا صورها حتى على المحطة من فترة. بشكل واضح الأمريكان بيقولوا أنه هن بيوثقوا برياض سلامة. هذه قبل فترة قليلة من الانهيار اللي حصل، وكان بدهم يوما أكثر من هيك، بدهم التجديد لمحمد البعصيري يلي هو كان نائبه لرياض سلامة. الأمريكان بيقولوا بشكل واضح أنه بهذه الاجتماعات اللي عملوها مع المسؤولين اللبنانيين أنه هن بيوثقوا برياض سلامة وبيتبادلوا معه معلومات بقضايا تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. الجماعة كانوا يتصرفوا مع رياض سلامة بصفته رجلهم الأول في لبنان، ولحد أشهر مرقت يعني من 3-4 شهور كانوا الأمريكان بعدهم راغبين بالتجديد لرياض سلامة. لما شافوا انه الامور خلص مش ماشي ومستحيل التجديد لرياض سلامة، بلغوا لرياض سلامة انه خلص بتخلص ولايتك وبتفل على البيت. هني بيعرفوا من وقت ما بلشت قضايا ملاحقة رياض سلامة بأوروبا، بسويسرا، بفرنسا، وملاحقته بلبنان، ملاحقته باللوكسمبورغ، ملاحقته بدول تانية، بألمانيا، ببريطانيا فتح تحقيق معه كمان، بكتير دول فتح تحقيق بشأن رياض سلامة. بيعرفوا الأمريكان أن رياض سلامة متورط بقضايا فساد. طبيعي رياض سلامة قضايا الفساد الملاحق فيها يلي هي العلاقة بشركة فوري، وأنه كيف استفاد هو وخيه ومساعداته وخليلته أنا كوزاكوفا، أنه استفادوا من المال العام بقيمة حوالي 300 مليون يورو أو 300 مليون دولار وشوي، 330 مليون دولار يمكن،
بيعرفوا انه هذا هو ابسط شيء عمله رياض سلامه. ابرز ما قام به رياض سلامه وابرز ما ارتكبه رياض سلامه هو انه اسس للانهيار اللي وصلنا له، انه وصل القطاع المصرفي في لبنان الى درجه انه القطاع المصرفي في لبنان انهار وافلس في افلاس جماعي للقطاع المصرفي في لبنان. رياض سلامه اللي كان صار له من سنه 93 لل 2019 يخبرنا بكل سنه بالموازنات اللي بينشرها انه مصرف لبنان عم يربح 60 مليون دولار كل سنه ويدفع منها 40 مليون دولار لمصرف او 50 مليون دولار كل سنه ويدفع منها 40 مليون دولار لمصرف لبنان للدوله اللبنانيه. اجى هلا عم بخبرنا انه مصرف لبنان طلع خسران حوالي 58 مليار دولار، هودي دين على الدوله. فرياض سلامه كان عم يعمل الهندسات الماليه اللي ساهمت بالانهيار. رياض سلامه كان عم يعطي ارباح استثنائيه للمصارف ما ادى الى تسريع الانهيار. رياض سلامه كان يكذب على الراي العام ويكذب حتى على المسؤولين السياسيين في لبنان وضل يكذب على الراي العام لاخر النهار هو مصرف لبنان. كان كل شيء عم يرتكبه رياض سلامه كان عم بيتم برعاية أمريكية وبحماية أمريكية. الأمريكان لما عرفوا أنه رياض سلامة ما رح يتجدد له صلوا الملف مفتوح بحق رياض سلامة أكثر من سنتين ونص. أكثر من سنتين ونص الملف مفتوح بسويسرا، ملف الفساد المباشر، هذه السرقة المباشرة من أموال، شبهة السرقة المباشرة من أموال مصرف لبنان. الأمريكان كانوا ولا عم بيجيبوا السيرة كأنه مش معنيين بالموضوع، بالعكس مكملين شغل معه لرياض سلامة، بيحموه بيساعدوه واللي بدو إياه. ليه ما فرضوا عليه عقوبات من وقتها؟ ليه بمحلات تانية بيفرضوا العقوبات على الشبهة ومن دون ملاحقة قضائية، من دون أي ملاحقة قضائية؟ نطروا لحتى بطل بحاكمية مصرف لبنان. لو يتجدد لرياض سلامة ما كانوا فرضوا عليه عقوبات، لو يتجدد لرياض سلامة كانوا تعاملوا معه بصفته عميل يلي معين حاكم لمصرف لبنان. لما خرج من مصرف لبنان قرروا الأمريكان يجي يحطوا عليه عقوبات. ليش؟ ما عم بيحطوا عليه عقوبات لشخصه، يعني ما عنده انتار معه، بالعكس هذا الزلمة كان يأمن لهم كل متطلباتهم، كان يأمن لهم كل شيء بدهم إياه، يعطيهم المعلومات اللي بدهم إياها، يسكر الحسابات اللي بدهم إياها، ينقذ المصارف اللي بدهم اياها، اي شيء بدهم اياه الامريكان كان يعملوا رياض سلامه. ليش حطوا عليه عقوبات؟ لانه الامريكان ماشيين من كذا سنه لورا بسياسه ليقولوا فيها للناس انه هن عم بكافحوا الفساد وانه هن ضد الفساد، هن بيرعوا الفاسدين وحلفائهم الفاسدين وهن فاسدين وهن بينهبوا الاموال بكل الكوكب وببلادنا، ويجوا بالآخر بيقولوا هني ضد الفساد وبيمولوا بلبنان. في على فكرة برامج تلفزيونية بلبنان تنعمل تحت عنوان ضد الفساد من قبل وسائل الإعلام الفاسدة والمفسدة واللي بتغطي الفساد واللي بتغطي رياض سلامة. في جزء من هالبرامج بيقبضوا عليهم هود تلفزيونات مصاري من الأمريكان انه هودي من ضمن برنامج مكافحة الفساد، فأمريكا بتمول برامج تلفزيونية لمكافحة الفساد. فالمهم انه الامريكان اللي كانوا كل الوقت عم يرعوا الفساد والفاسدين في لبنان قرروا يقدموا حالهم هلا بصوره انه نحن اللي منكافح الفساد وانه خصومنا واعدائنا في لبنان هن الفاسدين، وانه نحن ليكو شو عم نعمل فيهم نحن عم نحطهم على لائحه العقوبات. هلا بعد ما بطل رياض سلامه له عازه، بعد ما صار هو خارج اي تاثير على النظام الحاكم في لبنان، على المنظومة على القطاع المصرفي، يعني كنت بدي أقول المنظومة المالية ما قصدي فيها المنظومة اللي بيحكوا عنها هيديك، على النظام المصرفي في لبنان قاموا قالوا يلا منحط عليها العقوبات لرياض سلامة. هي أكثر قصة تسويق لفكرة أنه الأمريكان عم بكافحوا الفساد وللقول أنه خصوم أمريكا في لبنان هم الفاسدون. لا، انتوا الفاسدين وجماعتكم بلبنان وحلفائكم وعلى رأسهم رياض سلامة هو الفاسد، هن الفاسدين اللي كنتوا تحمون على مدى السنين اللي مرقت، هن الفاسدين بحماية ورعاية منكم ومن حلفائكم ومن وسائل الإعلام اللي بتدفعوا لها مصاري كمان. فهي مش بس شغلة بي آر، شغلة بي آر وشغلة
ترتيب الساحة الإعلامية لينقال إنه الفساد في لبنان هو عند غير حلفاء أمريكا، بينما نعرف كلنا بالبلد إنه 99% من الفاسدين هن من أصدقاء أمريكا، إن كانوا بصرف النظر عن وين واقفين بالنظام السياسي الداخلي، بس هن الفاسدين من أصدقاء أمريكا ومن اللي الأمريكان بيعتمدوا عليهم بالبلد كتير منيح. فهيدي اولا. الشغله الثانيه اللي هيك فينا نشوفها، يعني هون عاده بيسالوا الناس طب شو موقفنا هون اذا الامريكان عاقبوا رياض سلام؟ الامريكان عم بيعاقبوا عميل لهم من بعد ما استعملوه على مدى 30 سنه، بس خلصوا منه وظهر صار بيخدمهم على الاقل اعلاميا وسياسيا انه يحطوا عليه عقوبات، قرروا يحطوا عليه عقوبات. هالقد الأمريكان داعمين هلأ لرئاسة الجمهورية عدد من الفاسدين هلأ اليوم بهذه المرحلة، عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية في منهم شركاء لرياض سلامي بالفساد، منهم شركاء لرياض سلامي بالفساد، وغطوا رياض سلامي مثلهم مثل الأمريكان، وغطوا ارتكابات رياض سلامي بحق البلد، مش بس انه والله سرق 300 مليون دولار على فداحة هذا الموضوع، يعني انا ما عم استخف فيه بس عم اقول هو مرتكب جريمتين، وحدة كتير كبيرة ووحدة كبيرة. الكبيرة هي انه سرق 300 مليون دولار، بس في كتير كبيرة انه تسبب بسرقة ونهب عشرات مليارات الدولارات، وساعد بسرقة عشرات مليارات الدولارات. فالفكرة بس اللي كنت عم اقولها انه هون خلاف بقلب البيت الواحد، الأمريكان قرروا يغيروا طريقة تعاملهم مع رياض سلامي من بعد ما صار شخص غير مفيد لألون، من بعد ما ترك حاكمية مصر في لبنان من دون ما يتجدد له. بهذا الموضوع لازم تضل واضحة عنا هذه الفكرة، إنه الأمريكان هن رأس منظومة، هن والفرنسيين على فوق اللي عم بيلاحقوا رياض سلامي قالوا فاتحين بحقه تحقيقات طويلة عريضة، هن كانوا رعاة هذا النظام اللي كان عم ينهب ونهب عشرات مليارات الدولارات بلبنان. هلأ قرروا يغيروا طريقة تعاملهم الشكلية مع هذا النظام يلي هن ساهموا ببنائه وحمايته، وكان أبرز رجالاته والمتحكم بالتوزيع فيه، بتوزيع الثروة فيه، اللي هو رياض سلامة. العقوبات، الأمريكان عاقبوا رياض سلامة، هذا موضوع ما بيعنينا. الأمريكان عاقبوا عميل لهم من بعد ما بطل عنده قدرة على خدمتهم.